مساء الخير. مساء الخير. مساكم الله بالخير. Good evening. ونساء. مساء الخير. يسعد مساكم. شو بسنجيني من الارجي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مقندان قبي. Good evening. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة مع بداية أسبوع جديد من برنامج مساء الخير، وما أجمل البدايات الجميلة، ويا رب تكون بداية أسبوعنا معاكم جميلة طبعا، ويا هلا ومرحبا فيكم، والله يجمل مسانا ومساكم كل اللي تتمنونه، وأكيد مساء الخير يا أسماء. مساء النور عصام، وأكيد المسي على مشاهدينا بكل الخير، مساء كل سعادة وفخر وإنجازات. حلقتنا اليوم غنية بالمواضيع اللي تهم مجتمعنا وكل فرد فينا. اليوم عصام يعني إحنا عندنا عدة مواضيع في مختلف المحاور، عندنا طرق الاحتيال وأمن المعلومات، عندنا معلومات مهمة عن الجلدية، وأيضا عندنا قصة جدا جميلة مع شخصية من ذوي الهمم واللي هي نورة الرميحي. طبعاً هي بتكون قصة ملهمة إن شاء الله، إن هي تكون قصة ملهمة، هي ألهمتنا للأمانة، إحنا متابعينها يعني فترة. موضوع الاحتيال الإلكتروني هذه موضوع الساعة مهم. يعني مهم جداً، ويعني هذه هي بداية، وبتكون لنا إن شاء الله وقفات مع هذا الجانب يا أسماء، لأنه جانب مهم بكل تأكيد. مشاهدينا ننتقل معاكم لأولى فقراتنا. في المرة الجاية اللي بتتوجه فيها إلى عيادة طبيب الأمراض الجلدية، لازم تكون مستعد لمناقشة مخاوفك مع طبيبك وأسباب رغبتك في هذا الإجراء الطبي. توجه له أو توجه له الأسئلة المهمة اللي تسبق أي عمل راح تقوم فيه عشان تعرف حقوقك قبل كل شيء. طبعاً أكيد يا أسماء يسعدنا انضمام الدكتورة رانيا كايد، أخصائية أمراض جلدية وليزر وتجميل، الحديث أكثر حول هذا الموضوع، ولكن بعد فاصل أعتقد، ولا هي موجودة؟ حياك حياك دكتورة، يا مرحبا. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. الله يعافيك. حياك الله دكتورة. دكتورة نبي نبتدي اللقاء بمقياس وعي الناس عند إجراء أي يعني عملية أو شيء يخص الجلدية أو أي إجراء طبي. شو تقيسين اليوم كدكتورة وعي الناس اليوم في هذا المجال؟ والله تصدقين في الآونة الأخيرة صار في تطور، الوعي زاد الحمد لله. I think إن ليه دخل في انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حتى المنصات اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي في واجد حسابات طبية، الناس قامت عادي تتكلم عن تجاربها، فصار الموضوع شوي أحسن. واليوم دكتورة أنت تساهمين بشكل كبير، يعني أنا متابعتك أصلا، يعني أنا وايد أحب أتابع دكتورة لأن هي حرفيا تقدم نصائح، حتى هي تقدم استشارة مجانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دكتورة والله شكلها جهود، يعني طالما أن أنت تقدمين نصائح مجانية خلينا إحنا بعد نستغل وجودك، يعني تأمر فوق الأمر الله يسلمك. يعني إحنا لو بنتكلم الآن طبعا، يعني أسمة تتكلم عن مواقع التواصل، خلال مواقع التواصل لما يجيك المريض، أبرز النصائح اللي تقدمينها له شنو اللي يهمك أنت تعرفينه في البداية، أو شنو اللي تطلبين من المريض أنه يتكلم فيه يعني في بداية اللقاء؟ طبعاً شوف بيختلف هل هو جاي حق شيء علاجي ولا تجميلي، هذه لين بابين مختلفين. بس واجد مهم يعني مثلاً واني أتكلم وياك أطالع كل تفاصيل وجهك عشان أعرف أني بالنسبة لي أسوي تقييم مبدئي. بس مهم المريض يقول هو شنو يبغي، جاي حق شنو، لأن يا ما يدخلون عندهم مثلاً حب شباب بس هي بالنسبة إليها حابة تعمل فيلر. فمهم المريض يجي يقول أكثر شيء مضايقنا شنو، ومن هذا المنطلق إحنا نبدي وياه. أوكي حلو، عقب هذه المنطلق وتبتلين وياه، نبي إجراءات أو خطوات التقييم عند الحالة نفسها. أوكي، فمثلاً الحين دخل المريض، أول شيء خليه يسولف شنو مضايقنا، شنو يحتاج، شنو يحس، شنو متوقع من العلاج، عشان نبدأ من هني مشوار الخطة العلاجية. والخطة العلاجية تنحط على حسب كل مريض، يعني كل واحد يفصل إليه
مشوار علاجي مختلف عن المريض الثاني. حلو. يعتمد على عمره، يعتمد على عنده أمراض والله لا، يعتمد على تجاربه السابقة، يعتمد على حتى عنده وراثة في هذا الموضوع ولا نعم. حلو. يعني أكيد قبل أي إجراء طبي يكون في يعني شيء من القلق عند المريض. طبعاً. كيف نتعامل مع هذا القلق؟ كيف نسيطر عليه خلينا نقول إحنا؟ أنا واحدة أحب أدخل في حياتهم، أحب أعرف أنت من أي منطقة في البحرين، متزوج ولا لا، شنو تشتغل، اندور ولا اوتدور. احب اشبه البروسيجر اللي بنسويه او الاجراء اللي بنسويه بالام المريض متعود عليها. شفت وخزه الابره لما يسحبون منك دم؟ نفس الطريقه. يعني فكر في النتيجه بتستانس او يو ويل بي اكسايتد، فبتنسى شويه وياها الالم. هذه اعتقد اكثر الاشياء اللي تساعد المريض، وفي نفس الوقت عطى وقت انه يتفهم ويمتص القلق اللي هو فيه. الستريس بول ترى حلو، يعني دكتوره تدخلين المريض الى منطقه الامان طبعا ومنطقه الراحه اللي هو بالتالي بيتبع التعليمات طبعًا اللي انت بتقدمينها له. طبعا دكتوره، في حال كثره الاسئله شلون تتعاملين مع هذه الحاله؟ المريض من حقه أن يسأل، ولا تنسين يعني أني هذا مجالي، فيمكن أني فاهمة شيء، بس المريض يحتاج إلى وقت عشان يفهم هذا. صحيح. شنو حتى المرض شنو، فمن حق المريض وهذا واجبنا أن احنا ناخذ يعني نطول بالنا وياه. وهذه أهم النقاط اللي احنا حريصين عليها ونأكد عليها اليوم، أن كل شخص حاب أنه هو يقدم أو يقدم على خطوة أنه هو يسوي أي إجراء تجميلي أو إجراء طبي، حتى إذا ما كان تجميلي أنه هو يكون عنده معلومات كافية، دراية كبيرة. صحيح. بالموضوع. صحيح. عشان ما يتعرض بعدين إلى يعني مشاكل. نعم. تتكلمتي يعني طبعا عن خصوصية تكتسبها كل حالة مرضية، يعني بالتالي يعني التعامل يراعي هذا هذه الخصوصية. طيب لازم. بالنسبة حق يعني الاستعدادات أيضا للجلسات العلاجية أو حتى التجميلية، هل هي بعد تكتسب شيء من الخصوصية بحيث أنها تتعلق بطبيعة المشكلة عند المريض، ولا هناك في معايير عامة مثلا؟ كل إجراء إليه بروتوكول مختلف. كل علاج خاص بالإجراء نفسه. نعم. هل هو خاص أيضا بالمريض؟ طبعا ولا طبعا. يعني مثلا خلينا نقول مريض قاعد ياخذ حبوب الاسبرين او مريضه تاخذ حبوب الاسبرين، لازم تعرف انه لازم توقف هذه الحبوب قبل الزياره القادمه لعمل اي اجراء. او مريض على خلطه مقشره وبيسوي ليزر، لازم يعرف ان هذه الخلطه لازم تتوقف على الاقل يومين قبل الجلسه. مريضه تروأكيوتين لازم تعرف انه ما يصير تحملين خلال فتره العلاج. ففي ارشادات لازم المريض يعرفها سواء قبل أو حتى عقب الإجراء، شنو الإجراءات اللي بتسويها، لازم تلتزم بواقي الشمس، المرطب، هاي الأشياء، فترة النقاهة اللي بتحتاجها. تتكلم إحنا عن قبل وبعد. قبل وبعد طبعا. لا، ولازم أنت تكون مهيئة نفسيا أنك بتلتزم وياي بخطة العلاج، أنك بتمشي ما تتوقع النتيجة من أول يوم. صحيح. لازم ننتظر ونصبر عليها. حلو دكتورة، يعني أنا يمكن مصرة على نقطة الاستشارات وأهمية أن يكون عندنا دراية كافية بهذه النقطة. نبيك توضحين حق المشاهدين الآلية الصحيحة وقت اللي أنا بختار دكتور أو دكتورة، شنو الآلية اللي إذا أنا مريت فيها بعرف أن هذه الآلية صحيحة للاستشارة؟ البحريني شو يقولون؟ عطى الخباز خبزة. صح. صح؟ نعم صح. واجد مهم. ما يصير أني ألجأ إلى فلان أو علان بناء على شفته في التيك توك أو شفته في السوشيال أو سمعتي لي أو هاي. مهم نبحث وراء، وحتى الريفيوز التجارب مالتها. الارتياح النفسي بعد مهم، بس أجين عطى الخباز خبزة. لا تروحين إلى مثلا جراح عظام ومتوقع منه أنه بيعالج ليش حب الشباب. هذا غير وهذا غير. نعم. أصعب شيء ممكن أن يواجه طبيب يعني قبل أي إجراء طبي، خلينا نتكلم عن حتى عن العمليات بشكل عام. إنزين، أنا أحس إن هاي السؤال شوي يعني ما أدري، يمكن أني فهمته كذي، بس أنا ما أحس إن في إجراء صعب، لأن مع الممارسة المفروض الطبيب يكون تمكن وتعدى هذه المرحلة. أنا أحس الصعوبة تصير إذا المريض كان في قصة وراه، أو في مثلاً ظروف هي اللي قاعدة تأثر في. نعم. خطة العلاج مثلاً خلينا نقول قد تولي الضغط على الطبيب بعد، ولا بس هي تأثر في خطة طبعاً العلاج؟ طبعاً. أنا واحدة أنكسر بسرعة إذا حسيت أن خلصت كل الحلول اللي في إيدي. نعم. ومو قادرة أتحكم في المرض لأن في مثلاً عامل نفسي في البيت. نعم. ترى أنا من النوع اللي أنكسر،
يعني يحس في نفسي اني خلاص وصلت الى مرحله لازم في تدخل زياده، في حين ان الشخص قاعد يحاول انه هو يعدل، لكن انا احس هذا الشيء الوحيد اللي الصعوبه اللي ممكن ان الواحد يواجهها. حلو دكتوره، اليوم يمكن مو بس قبل لا اروح واختار الطبيب بشكل صحيح، الاشخاص صار اليوم عندهم درايه يبحثون يقرون، ونفس ما ذكرتي واكدتي ان انا لازم اكون عندي المام بالاجراءات. صح. اليوم شلون اعرف اذا انا مثلا احتاج بوتوكس احتاج فيلر؟ قبل لا اسوي البوتوكس والفيلر انا محتاجه ان انا اعالج بشرتي، من وين المصدر اللي انا الجا له عشان اعرف هذه المعلومات؟ وهذا اللي انت قلتينا ان الفرق في الطبيب نفسه، يعني الفرق لما اروح الى طبيب تجاري او طبيب فعلا قاعد يعالج بالطريقه الصح. انتين تروحين تقولين مشكلتك الاساسيه، الطبيب يعطيش المقترحات وتوصلون الى نقطه تواصل. حلو. خط في النص يجمع بينك وبينه، شيء يناسب البادجت، شيء يناسب حالتك الصحيه، شيء يناسب اللي قدامك اللي وراش، وعندش مناسبه ما عندش مناسبه. بس في الاخير لازم تنحط الخطه اجين مفصله خصيصا لهذا المريض. حلو. قبل اي اجراء يعني دكتور تتكلمين ويا المرضى بخصوص يعني خلينا نقول احنا امكانيه الاستجابه او نسبه للاستجابه مثلا، وهي بلا شك تختلف من حاله الى اخرى، يعني لازم المريض يعرف ان ما في شيء اسمه ابراكادابرا، العصا السحريه غير موجوده. نعم. ان هذا بيروح 100% غير موجود هذا الشيء. انت في الاخير تتكلم عن علم يدخل فيه جيناتك، تدخل فيه الكريمات اللي بعطيك اياها، يدخل فيها حالتك النفسيه، الهرمونات، حمل، ولاده، جدا كل شيء. نعم. كل شيء حتى الاسترس التوتر يدخل فيه. مؤثر. فلازم توقعات المريض انت تفهمها عشان المريض ما يروح هاي اكسبكتيشن وينصدم. بلس الوقت بعد، ترى ما في شيء يعني السماء والارض في 7 ايام. نعم. مو معقوله ان انت تبغي جلدك في يوم ينمسح ويصير تمام. نعم. فهذا واجد مهم ان المريض يفهمه، وحتى الدكتور انه يشرحه قبل يعني يبدي اي بروسيجر. حلو دكتوره، اليوم يمكن في وسائل التواصل الاجتماعي في الكثير من الاعلانات عن بعض المنتجات اللي يمكن تسبب وهم عند الناس. أوه. اليوم اكثر الاسئله اللي تيج عن المنتجات او التوجه الاكثر عن المنتجات وين يصب عند دكتوره رانيا؟ تدرين اني اول ما يتكلمون عن برودكت اول جواب اجاوبه المنتج غير طبي. فول ستوب. يعني لا تناقشيني زين ولا مو زين، المنتج غير طبي. أنا اسأليني كدكتوره شنو البرودكت. نعم. بس ما يصير تسأليني عن علوج البان، يعني شوي صعبه. في نفس الوقت الهبات موجوده، وفي ناس يمكن يفضلونها عن الاشياء الطبيه. نعم. عشان البادجت. بس ترى الاشياء الطبيه يمكن اغلى شوي لان عليها دراسات، عليها ابحاث، كيميكلز مسويه، سووا عليها تجارب، فعشان شي شوي اسعارها اغلى. بس انت فكري فيها، امنه ولا غير امنه؟ هذا سؤال جدا مهم. النتيجه بدون مضاعفات، هاي سؤال جدا مهم. تناسب انت حامل ولا غير حامل، سؤال جدا مهم. نعم. يعني اي برودكت تشترونه اقراوا المكونات على الاقل، وهل بتتناسب مع حالتي وبشرتي والنقطه اللي انا حاب اوصل لها من الاساس. نعم. وانتين مثلا هاي البدله ما شاء الله حلوه عليك، بس مو شرط ان اني لين لبستها تصير. نعم. مناسبه الي. نعم. هذا البرودكت يناسبش بس ما يناسبني. نعم نعم نعم. انواع التخدير اللي يستخدمها طبيب الامراض الجلديه. رجال مهم عند التخدير، مهم عند التخدير. يعني هل يختلف كقوه حتى كنسب كانواع؟ احنا يعني شوف احنا امراض جلديه، فاحنا شوي يعني بساطه لايت. اي لايت. ففي كريمات، في بخاخ، وممكن في ابره بنج موضعي، هاي اقصى شيء ممكن نوصل له. في بروسيجرات قد يلجأ الطبيب إلى تنويم وليس تخدير. نعم. على أساس يسويها مثل الثيرماج، بس ما شفت أحد يعني مثلا واو إنه سواها في البحرين. بس في عيادات برا البحرين يس ممكن. قدرة التحمل تختلف من شخص لآخر. يس. نعم. نعم. طبعا دكتورة رانيا كايد أخصائية أمراض جلدية وليزر وتجميل، كل الشكر لك ونورتينا. حبيبتي. دكتور يعني أنا حابة أوجه لك شكر خاص إذا تسمح لي عصام. أكيد. إن الدكتورة اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي قاعد تقدم معلومات واستشارات. نعم. بكل واقعية وبكل صدق وأمانة.
بالعكس شيء مهم، خصوصا في يعني في ظل الدجل السائد اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يبتديها هو بنصائح تكتشف انه هو قاعد يسوق حق منتج معين. عموما الله المستعان والله يحفظنا ان شاء الله. شكرا لك دكتوره. مشاهدينا يعطيكم العافيه، الله يعافيك. فاصل وراجعين. مشاهدينا، العجز الحقيقي أن تحبس روحك في عقل محدود الأفق، أما الجسد فأمره دوما سهل. نورة الرميحي بعقلها الكبير وروحها القوية أثبتت أن المستحيل لا مكان له طبعا في قاموس حياتها. نرحب بالبطلة نورة في برنامج، طبعا في برنامجنا اكيد. مساء الخير، اهلا وسهلا، حياك الله يا نوره. نورتينا، مشكورين على الاستضافه. نورتينا نوره. نوره انجازاتك كثيره، وانا حابه اتعرف مبدئيا على اكبر انجازاتك اليوم. اكبر انجازاتي هي ان وصلت الدراسه والثانوي والبكالوريوس حلو، والجامعه والماجستير حلو. شلون كانت هذه المراحل وياك؟ المراحل ان في كل مرحله في يعني صعوبات، بس تخطيتها مع اهلي وامي وابوي واخواني ساعدوني فيها. انت قدها اكيد نوره. يعني انت كنت تصنعين السعاده، انت تبحثين عن السعاده، يعني لما الانسان يتجاوز صعوبه هو يكون سعيد في النهايه. انت تجاوزتي هذه الصعوبات كلها يعني بحثا عن السعاده وعن تجسيد الذات ورغبة في تحدي نفسك اكيد. يعني انا لو بسالك يا يعني نوره، شنو كان الدافع؟ طبعا انت ذكرتي الاهل اكيد طبعا لهم دور، بس بعد في يعني اعتقد في رغبه ذاتيه عند الشخص نفسه اللي في مثل حالتك، يعني فانه هو يوصل الى مراحل متقدمه علميا مهنيا حتى على مستوى الهوايات. انت دافعك الشخصي بعيدا عن الاهل بعيدا عن الاصدقاء، شنو 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 اللي كان يدفعك من الداخل؟ انا دائما اقول ان يعني لو واجهتني اي صعوبات، مثلا ايام الامتحانات كنت يعني تواجهني وايد خوف، وهاي كنت اقول ان لا، انت تقدرين انت تقدرين انت تقدرين، هاي شيء اللي ساعدني اسوي هاي الشيء. وبعد في مقوله ان والدتي ما انساها، اللي هي في يوم من الايام يوم كنت اول مره بقعد على الكرسي المتحرك، ان هي قالت لي ان انت وانا والكرسي بالله نقدر نوصل للقمر. هاي المقوله اللي حسستني ان ما في اي حاجز قدامي يقدر يعيقني عشان احقق احلامي وطموحي. جميل. طبعا نوره، كل انسان فينا عنده مخاوف، شلون تغلبتي على هذه المخاوف؟ وشنو كانت هذه النقاط اللي انت كنت تحاتينها مثلا، او انه فكرتي ان انت بتتجاوزينها بهذه الاصرار وبدافع الحب والالهام اللي اعطيتك اياه الوالده اليوم؟ يعني بالصبر والايمان والاراده. نعم. قدرت اوصل حق الشيء اللي انا فيه الحين. حلو. نعم. جميل. طبعا احنا خلينا نوجه تحيه طبعا حق والدتك يعني الفاضله، و مو 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 كل انسان يعني في مشاعر فطريه احنا تجاه ابنائنا، بس مو كل انسان يقدر يترجمها يعني واقع وملموس. يعني في 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 نوع من البشر يكونون عاجزين. امك تميزت واضح من كلامك انها تميزت في ترجمه هذه المشاعر الفطريه تجاه بنتها، وتميزت. مو كل مو كل اب مو كل ابن مو كل مو كلنا احنا نتميز في ترجمه مشاعرنا. انا عندي فضول، سامحيني على فضولي، يعني روتين يومك انت شلون تقضينه يومك؟ اول ما اقوم الصبح طبعا ان اصلي صلاتي، وبعدين اجهز حق الشغل، وبعدين اروح الشغل وامارس مهامي مالت الشغل اللي مطلوب علي اسويها. عقب ما اخلص من الدوام نعم اروح البيت امارس هواياتي. نعم. حلو.
نعم. طبعا مشاهدين احنا معنا عبر الهاتف الأستاذة عذية السبيعي والدة نورة، مساك الله بالخير. حياك الله. أهلا ويا مسهلة. أهلا وسهلا فيكم ومشكورين على استضافتكم لبنتي نورة. حياك الله. واجب الله يسلمك. طبعا أنت اليوم ملهمة لقصة جميلة واللي هي قصة نورة، نبيك تعطينا أهم محاور هذه الحكاية الجميلة. الحمد لله رب العالمين، نورة بركتنا، بركة البيت ونور الحياة عندنا. نورة الوسطية من عيالي، أنا عندي 5 ولدين وثلاث بنات، نورة يا في الوسط أو ثاني وحدة عقب أختها الدكتورة دلال. نورة انولدت ولادة مبكرة، يعني كانت 25 أسبوع. فلما انولدت قالوا لي إن هي احتمال إنها ما تعيش، إن هي يعني تعتبر طراح أو فقط يعني ياها. بس كانت بريماتشر بيبي وعاشت أول يوم ثاني يوم، قالوا لي صبري 10 أيام. كانت 760 جرام وأول طفلة في البحرين تنولد وتعيش بهالوزن. سنة 1984 دي الكلام. يعني صج الطب متقدم في البحرين، بس في سنة 84 ما كان ذاك الزود يعني. بس نعم. الحمد لله الحمد لله، يعني تمت في المستشفى 75 يوم. أطلقوا عليها الأطباء في ذاك الوقت البروجكت، سموها المشروع، لأنه يعني قبلها ما حد عاش بهالوقت. هي قالوا لي تنفسها طبيعي، دقات قلبها طبيعية، بس ما خذت وزن، ننطرها تاخذ وزن. فكل مرة يقولون لي نصبر لتاخذ وزن، ليش صارت كل وين عطوني إياها؟ أنا كنت مدرسة، فقعدت من الدراسة يعني خذيت إجازة وقعدت معاها السنة كاملة في البيت. لا. نصبت 8 أشهر لاحظت، طبعاً الصدمة جاتني في البداية لما لاحظت إن هي ما تنقلب، أنا مربية من قبلها بنت فما كانت هيك طبيعية، ما فيها شيء، هاي لاحظت الإعاقة من عمرها 8 شهور، لا تنقلب، لا تقعد، لا شيء. لما وديت المستشفى هناك جاتني الصدمة، هناك قالوا لي إن هالبنت فيها إعاقة بسبب الولادة المبكرة. صدق يعني أنا أراعي كل أم ترزق بطفل من ذوي الهمم أو طفل عنده إعاقة، مو مهم شنو الاسم، المهم إن أنا أفهم ذي الطفل شنو هو. أنا أعرف إن ربي أعطاني إياها وأنا شنو أقدر أسوي لها. في ذاك اليوم أنا أخذت من الطبيب وقعدت أصيح، قال لي رجعت لمرة ثانية قلت له شو أسوي؟ ما أعرف شو أسوي. وداني حق قسم العلاج الطبيعي، قال هذه مكانك. وللحين نورة من عمرها 8 شهور إلى الحين تحتاج تسوي علاج طبيعي. نعم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وفضل من ربي أن نورة الدماغ عندها ممتاز في دراستها، ما تعبتنا في يعني أثناء اللي خلصت الثانوية، الحمد لله بجيد جدا. عقب خذت دبلوم بانكينج. نعم. في دبلوم البانكينج من معهد البحرين للتدريب صارت حصلت امتياز. صار البحث عن عمل، وهني أحب أوجه شكر، أنا قدمت لها لستة بنوك. لا. البنك اللي خذها واللي قال لي هي يعني، وتحية كبيرة من قلبنا إحنا كأسرة للأستاذ عبد الحكيم الخياط اللي هو الرئيس التنفيذي لبنك بيت التمويل الكويتي. لا. لما وديناها له طلب مقابلتنا ورحنا له، كان الملف في حضنه ما أنسى ذي اليوم. يفتح الملف يقول أنا أم علي، أقول أم نورة وأبو نورة، أنا ما قاعد أشوف الويل تشير، أنا أشوف الفايل، أشوف إحنا محتاجين حق شخص مثل نورة. ذي الشيء اللي احنا نطلبه من المجتمع، ذي اللي نتمناه من مجتمعنا البحريني الواعي المثقف الفاهم، انه يعطي صحيح. فرصة حق ابنائنا من ذوي الهمم انه يحصلون ذي الفرصة ويشوفون شلون يقدرون يثبتون نفسهم. والدليل نورة حصلت البعثة من البنك في البكالوريوس، وبعدين عطوها بعثة الماجستير، الحين حصلت نورة على الماجستير ما شاء الله، تشتغل في الرقابة المالية وصارت الحين مشرف اول. ذي النجاح ما هي من فراغ طبعا، هي من تكاتف الأسرة كلها، مو بس أسرتنا إحنا، مو بس الأم والأب والأخوان، الخوال الخالات العمام والعمات، كلنا كأسرة المحور كان نورة. نعم. بلقني بيت شنو 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 ينفع حق نورة؟ صحيح. يعني نشتري سيارة هل تصلح لنورة ولا لا؟ هذه نعم. هي نورة هي المحور. أستاذة يعني إحنا نشوف اليوم النتيجة، نتيجة هذا الدعم، كلمينا يعني وخلينا إحنا من خلالك أيضا نوصل رسالة يعني تتعلق بأهمية دعم الأسرة المحيطين يعني بالنسبة لذوي الهمم، إلى أي مدى يعني يعتبر هذا الدور مهم ومؤثر؟ طبعا دور مهم مهم ومهم جدا. يعني أنت لو تنظر حق هاي الطفل انظر لأنه هو ما عنده إعاقة بالمرة، إعاقة ذي من رب العالمين، لكن نورة كانت إذا سوت شيء زين مثلها مثل باقي إخوانها
تجازى عليه، وإذا سوت خطأ تعاقب مثلها مثل أخوانها. يعني ما تربت نورة بتميز أبداً، وتقدر تسألها كهي قاعدة جداً. صاج الله يسلمك. أنا مميزة نورة على الويلتشير وهي في ثالث إعدادي، وفي أول إعدادي سوري صارت نورة لازم تقعد على الويلتشير، يعني في الأول كانت تمشي بالمشاية، بعدين صارت لازم تقعد على الكرسي. نورة يمكن تقول لك أنا شنو قلت لها في ذاك اليوم. أنا ما قالت لنا في بداية اللقاء. ذي الدافع اللي كان حق نورة، هي خلها تقولها لكم. الجملة أثرت فينا الأستاذة عذية السبيعي، كل الشكر لك. ونرجع لك نورة، والوالدة ذكرت مراحل التعلم والمراحل المهنية اللي مريتي فيها. أنا أبي أتكلم عن تفاصيل أو كواليس هذه المراحل، كلميني عنها بتفصيل أكثر. عن أي مرحلة بالضبط؟ المراحل المهنية اللي مريتي فيها، يعني خلينا نقول أول يوم عمل. إحنا أول يوم إيش؟ أول يوم عمل. أعطينا تفاصيل ذي، أنت رايحة حين أول يوم وظيفة كذا. أول يوم أنا رايحة طبعاً يعني افتريت على كل الأقسام عشان إن أشوف إنهم إن شلون يشتغلون، أساس إن أنا أقرر أي قسم أبي أكون أشتغل فيه. فبعدين أنا اخترت قسم الرقابة المالية. حلو. باختيارك أنت لقيتي نفسك فيه. زين لو إحنا يعني نطلع عن نطاق الأسرة الآن، لو بنسأل عن ملهمين يعني في حياتك أثروا فيك، يعني قد يكونون حتى من مشاهير السوشيال ميديا، قد يكون كاتب، شاعر، صحفي، رياضي، في ملهمين في حياتك أو قدوة أو أثروا بشكل إيجابي؟ هو في بيظل أمي وأبوي هم الملهمين الأساسيين، وإخواني أخواني وخواتي، لأن في كل واحد فيهم ساهم جزء. مو بجزء، لا بصمة، لا بصمة، إن لا بصمة في حياتي. حلو. يعني إن سواء إن ساعدوني في بروجكت، ولا شرحوا لي شيء، ولا هدوا دراستهم عشان يسوون لي بروجكت. نعم. يعني سووا لي أشياء وايد. وبعد إن أبي أذكر إن أستاذ عبد الحكيم الخياط. نعم. إن هو اللي آمن بقدرتي إن أنا أقدر، يعني هو اللي شغلني في البنك. حلو. طبعا أنت وصلت لي هالمرحلة التعليمية نورة، وأنا قبل الهواء كنا نسولف وقلتي لي عن الخطة المستقبلية اللي أنا حابة أتعرف عليها، وأبي أتعرف على سبب إصرارك في أن أنت تكملين في هذه المسيرة الجميلة اللي فيها بصمة نجاح في كل مرحلة في حياتك. الخطة المستقبلية بالنسبة لي أن أبي أواصل دراستي البي اتش دي بعد في نفس التخصص في إدارة الأعمال، وعشان أن أكون الصبح أن أشتغل في البنك والعصر أروح أشرح في الجامعة. وأطمح أن أكون في المستقبل أن أكون أن ماسكة أحد الأقسام في البنك بإذن الله. يعني أنا عندي السؤال الأخير، شنو نحتاج إحنا لتغيير ثقافة الناس أو نظرة الناس حق أو يعني حق ذوي الهمم؟ يعني أنا أعتقد أن الإجابة يعني موجودة معنا في الاستديو، يعني الآن هي ماثلة أمامنا. طبعا إنسانة ناجحة علميا ومهنيا، بس إحنا نبيك بعد توجهين لهم رسالة، يعني اللي يحس أنه يعني شوي يعني ثقته مهزوزة مثلا بذوي الهمم، خلينا نقول له إحنا يعني نوصل رسالة من خلالك. يعني أحاشي الأشخاص اللي نفس حالتي ذوي الهمم، والله الناس الأشخاص الآخرين. تكلمي عن النقطة اللي قلتيها قبل الهوى، المرحلة اللي أنت تبين توصلين لها والرسالة اللي تبين تقدمينها، شرحيها بشكل أكبر. أنا أبي أقول إن شلون نغير وجهة الناس حق نظرة ذوي الهمم. نعم. إن تبدأ من داخل الأسرة نفسها. نعم. إن يهيئون عيالهم. نعم. لأن في يوم يمكن يوم من الأيام إن عيالهم يروحون المدرسة يصادفون أشخاص من ذوي الهمم. نعم. فيعرفون إن شلون يتعاملون معهم. وعندي اقتراح إن يسوون إن دورات تثقيفية في المدارس والجامعات، يجيبون أشخاص من ذوي الهمم عشان جميل يشرحون لهم جميل شنو هم قدروا يسوون. وأنت هي تفضل. جميل. يعني إحنا بس نأكد على ذي الكلام، يعني طبعاً وجه تحية حق الأستاذ عبد الحكيم الخياط، قال أنا طالع ملف
نعم. أنا ما طالع يعني إعاقة. نعم. فأنتوا طالعوا مؤهلاتهم، مهاراتهم، نظرتهم، فكرهم يعني. وهذه كخير مثال. مو بس كذي يعني. عصام اليوم نورة عندها نية وعزيمة أن هي تقدم تجربتها وتروح المدارس. صحيح. وتروح الجامعات وتروح الوزارات عشان تقدم صورة واقعية عن نجاحها اليوم. وتكونين أنت أساساً أنت اليوم سفيرة لذوي الهمة وسفيرة لكل مملكة البحرين بهذا النجاح. كل الشكر لك. شكرا لك نورة، ما قصرت. ومشكورين على الدعوة. واجب الله يسلمك، واجب. مشاهدينا احنا فاصل وراجعين. مشاهدينا بين فترة والثانية تتغير رسائل وأساليب النصب سواء عبر الهاتف أو الإيميل أو المسجات على المواقع الإلكترونية، ولنا في حال وقوعنا لا قدر الله في هذا الفخ إجراءات قانونية لابد من اتخاذها. نشوف معاكم هذا التقرير وراجعين. مساء الخير، اليوم رح نتكلم عن جرائم النصب والاحتيال اللي تتم عن طريق الرسائل الإلكترونية. قد يوصلك أحياناً اتصال يقول حقك عطنا رقم الرقم السري للبنفت، وأحياناً قد يكون رابط يطلبون منك في هذا الرابط أن أنت تذكر معلوماتك الشخصية، وقد يكون رابط أنه يقول حقك في بريد مستعجل لازم تدفعون حقه، وقد يكون رابط علشان بضايع وعليها تخفيض وتدفع وما توصلك البضاعة. طبعاً لازم تعرفون أن البنك ما راح يتصل فيك ويطلب منك الرقم السري. بالإضافة إلى أي مكان في دفع لازم تفتح الرابط كامل وتتأكد من الرابط، أو إذا ما كنت تعرف تسأل أهل الاختصاص. وعلشان تعرف طرق وأساليب الاحتيال اللي دائماً تكون محدثة، ممكن تتابعون صفحة الإنستغرام للجرائم الإلكترونية والمالية، وبتشوفون فيها رابط في البايو فوق تقدرون تدشون عليه يرسلون لكم أحدث الأساليب. وطبعاً إذا تعرضتوا لأي من هاي الاحتيال، أي طرق من طرق الاحتيال، وتعرضتوا للنصب وتم سحب مبالغ منكم، بإمكانكم التواصل دايركت مع الجرائم الإلكترونية. كل شخص معرض لعمليات النصب والاحتيال، من شذي كلنا نحتاج إلى معلومات عشان نتعرف على طرق الاحتيال ونتفاداها. المحتالين أذكياء، وإذا ما تعرفنا على طرقهم وتنبهنا لها ممكن أي شخص يكون ضحية عملية احتيال، والسبب اللي يخلي العملية تنجح إنها تصير مثل الشيء الحقيقي وعلى غفلة في وقت ما نتوقعه. نعم طبعا، أكيد للحديث حول أمن المعلومات ينضم معنا الأستاذ علي بشارة خبير أمن معلومات. مساك الله بخير، حياك الله. حياكم الله بالنور. يعني قبل نبتدي احنا وياك، ايش كنت تقول لنا قبل الهواء؟ الحين؟ اي كانت ويانا اخت نورة اللي طلعت من عندكم قبل شوي. نعم. اسمها الدكتورة دلال رميحي. نعم. فاحنا نسولف تعرف المجلس قبل ذي، فقلت بدور بشوف اسمها. كتب في جوجل الدكتورة فقط. فقط. بس. وجوجل تعرف يعطيك اختيارات عشان تطق عليها بسرعه. نعم. سير يطلع دلال الرميحي وتسوي في الانستغرام. معناته ما سويت سيرش. بس وانا كتبت دكتوره. بس كتبت دكتوره. مجرد اول مره اشوف الموضوع. يعني تقصد دكتور من كلامك يعني استاذ انه في تنصت يعني؟ هاي مو تنصت ذي، هاي وسائل مثلا جوجل وذي عشان يقول لك عشان احنا نطور خدمتنا لك. ما يحتاج تدور وايد. يعني مجرد تتفكر تجمع معلومات من التلفونات، تلفونها هي بعد في جوجل فيها اللون. بس ما تتوقع ان هاي سلاح ذو حدين. هو سلاح ذو حدين، هو يعني يعرف الموقع ماله هي في وين الحين، ويعرف انا في وين. نعم. طبعا اللي اقرب من نص متر تقريبا، فشوف ان احنا قاعدين مع بعض، واول مره نتلاقى وهاللون، قال يمكن ادور الدكتوره ذي. نعم. بس ما قال لي الدكتوره راني اللي قبلها. يمكن لان اخر دكتوره تكلمت وياها يمكن فهو نعم. يعني هاي الوسائل سلاح ذو حدين. مثل استخدام برامج البنفيت بي وهذا. نعم. هذه برنامج عشان تستفيد منه يسهل حياتك. اليوم قلنا وسائل النصب والاحتيال صارت كثيره. نعم. شلون احمي نفسي من هذه الواقعه اللي ممكن تصير حق اي شخص؟ انا اشكركم ان بديتوا بهالسؤال على اساس ان المعلومه ترسخ في ذهن الجمهور. نعم.
اول شيء ان احنا لازم نطور الوعي مالنا. نعم. وما نقول ان انا قوي ما بيقصون علي. انا قدامه كني قص علي مرتين. مره في سالفه بزنس. وانت مختص. انا مختص. مره يعني تهكر الواتساب مالي. نعم. طريقه انا كنت ماشي السياره وبسرعه. بس الحمد لله اني مفعل التحقق بخطوتين وكذا. فما اخذ الهكر وايد مني وقت اني ارجع حسابي. وبنتكلم بعدين عن المشوره تذكروني عليها. طبعا احنا لازم نطور الوعي مالنا. نتابع وسائل التواصل الاجتماعي الموثوقه والمتخصصه. نعم. ليش قلت موثوقه متخصصه؟ لان في وسائل احيانا تنشر معلومات تخوف المجتمع وتسوي لنا بلبله، ترى مباق فلان وهاللون وكذي، والمعلومات تكون مغلوطه، يكون الضحيه اوريدي عطى الكود بدون ما يدري او بطريقه اخرى. نعم. نقطه مهمه يجب نذكر فيها هي ان كلنا معرضين للاحتوال للاحتيال سواء الكتروني وغير الكتروني. هذه منتشر ترى. وخلف بالك اذا كان العرض جدا جيد احنا نقول عنه تو جود تو بي ترو، فاغلب الظن فهو نصب. يعني لازم نشكك شويه. تشكين اذا قلت لك يعني بعضك مثلا ساعه قيمتها 5000 دينار تشتريها ب 2000. انت لازم تشكين. نعم. بس اذا واحد مو خبير في الساعات بيطيح في الفخ. بيندفع. بيندفع. نعم. بيقول اوه صفقه زينه وما بيشاور. طيب احنا تجينا الرسائل الان يعني ومن جهات يفترض ان هي من جهات رسميه يعني طبعا. نعم. هي سكام اكيد، لكن ما تقدر تفرق يعني تشوفها رساله رسميه يعني. نعم. يعني شلون احنا نقدر، هل تقدر تقدم لنا افكار يعني بحيث ان احنا نقدر نميز يعني من الرساله الحقيقيه والرساله المزيفه؟ ممكن اي طبعا. شوفوا ممكن نميز احنا الرسائل الحقيقيه من الغير حقيقيه من اسلوبها. غالبا الرسائل اللي غير حقيقيه فيها اسلوب التخويف والاستعجال. نعم. يعني بسرعه حدث بياناتك، بسرعه مثلا جدد معلومات التطعيم مالك. صحيح. الشحنه مالتك ما بتوصل على الوقت الا اذا دخلت لنا، دشيت ودخلت الموقع او التاكيد او تاكيد. تخويف يعني تخويف. تخويف. اوكي حلو. وفيه الاستعجال. تخويف والاستعجال. تخويف والاستعجال عشان ما يمديك تشاور انت. واحيانا تكون ركيكه. هذه طبعا سمعت بودكاست يعني فتح عيني على شيء، مو لانهم مستعيلين الهاكرز ما عندهم الحرفيه والفن، هذه ينقون الضحيه مالتهم. اللي بتنطلي عليها المسجات الركيكه هو المعرض انه يقصون عليه. يسوون دراسه عن ال اي عندهم معايير الظاهر. عندهم معايير. تشوف طبعا في اليوتيوب يطلع لك ساعات استثمر. نعم. و يسمونه مساعدات وما ادري شنو، تشوف واحد عقاله مبطل وذي. هذه مو بالغلط مسوينها. هاي مصممينها عشان يسوون فلتر حق الضحايا، ما يبون واحد يضيع وقتهم. اللي بيصدق هالاشكال بيدش وبيدفع لهم. نعم. يعني قبل شوي استاذ ذكرت ان انت تعرضت الى عمليه احتيال ولكن تداركت الموضوع لانك مختص يمكن. انا لا، كنت ماخذ احتياطي من قبل. اللي هو تفعيل التحقق من خطوتين. نعم. يعني ما يصير بدون ما ادخل باسورد على الواتساب. ولكن صارت لازم. عملية الاحتيال بس الخسائر كانت أقل. أي طبعاً. أي, أي. الخسائر أقل. إنزين، في حال أي شخص فينا تعرض إلى عملية احتيال، صح، شلون أنا أتدارك الوضع وشنو الخطوات اللي لازم أسويها عشان أن أنا أخفف الخسائر هذه؟ تمام. الخطوات طبعاً أنا كنت الخطوات اللي تعامل معها أثناء عملية الاحتيال أنا تعاملت معها ممكن من 4 أو 5 سنوات تقريباً. من قبل الكوفيد، فكنت مختص وتيني الحالات على طول. نعم. ايام شغلي في شركه بنفت. فشو تسوي اول ما تحس ان صادك احتيال؟ تشوف مسجات سيده، شيل التطبيق مثلا، شيل بنفت باي وركبه مره ثانيه وسجل الدخول مره ثانيه، بيك الاو تي بي ودشيت. البرنامج ما يشتغل على جهاز واحد. فانت تطرد الهاكر اللي في دوله ثانيه من البرنامج، تقفله عنه، مثل ما طلعك انت تطلعه، شيل البرنامج وركبه مره ثانيه. هذه اسرع طريقه. يعني تسوي له ريموف. تسوي له ريموف مو بس تطلع منه والدش. انا لان اذا شرحت الطريقه شلون الديش وتطق مني وتطق مني شغله تسوي ديليت، يعني ديليت البرنامج وركبه مره ثانيه وسوي له اد مره ثانيه. خلاص انت بتطلع الهاكر. جميل. الشيء الثاني عقب تتصل في البنك توقف بطاقاتك وحساباتك مؤقتا عشان نقلل الدمج. نعم. وصار في اوبشن اليوم في البنوك في الخط السريع ان احنا نقدر ان نوقف حساباتنا في الخط السريع، وممكن الابلكيشن مال البنك بعد نفس الشيء يعطيك خيار توقف. نعم. البطاقه. نعم. فانصح الجمهور اذا الحين عندك وقت مثلا هو الابلكيشن اسرع، دش على الابلكيشن تشوف شلون بس الطريقه، لا قدر الله
يكون عندنا تقدر خلفية. والخطوة الثالثة طبعا انك تتصل في إدارة دار العمل الجرائم الاقتصادية والمالية عشان تخبرهم بالحالة على الرقم 992 عشان تسجل حالة ان ترى حسابي مبيوق او اكاونتي مبيوق. يعني على طاري الاو تي بي، نعم يعني وايد يعني تعرضوا للاحتيال، يقول لك يا اخي احنا ما جانا او تي بي ولا دخلنا او تي بي ولا شلون ما ايش قصتهم ذي؟ زين اغلب الحالات يكونوا عطوا الاو تي بي ولكن بس ناسين، خلينا نقول احنا بنفترض حسن الحين في الناس عبالهم بس الاو تي بي عطايا عن طريق التليفون. الاو تي بي ممكن ان الهاكر ياخذه منك عن طريق مسج يرسله لك، مثلا مسجات هاي الشحنات وكذا، وعقب يجيك او تي بي. لو تلاحظ في التليفونات الحديثه نعم يجيك الاو تي بي تطق على الرمز المسج سيدي ينكتب في الموقع، الكوبي بيست يصير صحيح. بيست في الموقع، فانت سويته في الموقع ما حد كلمك بالتليفون او ذي، بس انت سويته في الموقع والموقع كنترول باي الهاكر نفسه، فعطي كانه اخذ الاو تي بي منك بدون ما تقول. سهلت عليه الطريقه يعني، سهلت الطريقه وهو مستعد ومجهز لك يعني الخطوات كامله عقب الاتاك اللي صار عليك، انه يتبع الخطوه الثانيه الثالثه الرابعه لين يصفر حسابك. نعم هذه طريقه. ممكن من الاشياء بعد المواقع اللي نشتري منها، نعم دائما ما بذكر اسمائهم بس بس الموقع ممكن يكون مختص في بيع ملابس، نعم او بيع اشياء بسيطه مو مركز على السكيورتي، انفورميشن سكيورتي، فيكون حاط بيانات البطاقات اللي مخزن عنده فيخترق. نعم. زين في ما احنا نقول يعني غير مشفره او انها تكون قريبه من الويب، احنا عندنا لازم نخليها داخل طبقات من الانظمه انظمه نعم. المعلومات، فيصير هاك عليه ياخذون معلومات بطايقنا وعلى طول يدخلونها في ابل باي او يدخلونها في طريقه. في هذه الحاله شنو لازم اول تصرف نسوي؟ اول ما يجيك مسج مدفوعات ما سويتيها مثلا انت قاعد هنا وياك مسج ما قاعد تشترين، على طول تصف البنك وقف البطاقه. هذه اول شيء. وبعدين اتصالات تتصل في الجرائم، تتصل في احد يساعدك وكذا. نعم. نعم. يعني احنا لو نتكلم عن يعني اغرب القصص او اغرب قصة مرت عليك يعني. زين أنا اليوم نزل في السوشيال ميديا في الانستغرام سألت الجمهور عن بعض الأشياء الغريبة، قلت لهم طالبين مني معلومات غريبة. نعم. أغلب معلومات طبعا متكررة نفس الشيء، اتصال و OTP وخذوا. حلو. مرة كنت بسحب دم حق تحليل في مستشفى. نعم. زين وعندي مشكلة مع الأوبر. فعشان أشغل نفسي شوي أكلم الممرضة. نعم. شو تدرسين؟ شو دارسة؟ تقول والله أنا توني خسرانة 3000 دينار على دراسة. شلون خسرانة؟ تقول أبي أطور روحي بغير تخصصي من تمريض إلى شيء ثاني يعني دخلها مدخول أفضل. فأطلع لي إعلان في السوشيال ميديا عن دراسة في جامعة برا البحرين أونلاين. دشيت دخلت معلوماتي اتصلوا فيني. يتصلون فيك ناس كأنهم في الجامعة. إحنا من الجامعة الفلانية طرشينا المعلومات 1 2 3 4. ورفعيهم على الموقع، موقع وهمي حق جامعة. يعني كل التفاصيل يعني. كل يمشون معاك هم لأنهم متفرغين المحتالين شغلهم يحتالون. نعم. إحنا عندنا عوائل، عندنا شغلنا الصبح وهذول، هم شغلهم كذي إنه يبدع في ويبتكر في. هو فاضي للاحتيال. فاضي للاحتيال، فيتصل نعم. فيها واحد عقب اتصل فيها قال أنا من التسجيل خلاص قبلناك بس لازم اعتماد شهادتك، فهلهم بيكلمونك وزارة التربية. عندنا فكلمها واحد يا زعم بعد من وزارة التربية. خلاص قبلناك التسجيل، دفع الرسوم على هالرابط 3000 دينار وراحت الفلوس. من تروح الفلوس تنطق بلوك. في هذه الحاله او في حالات النصب والاحتيال اللي زادت او اكثرت في الاونه الاخيره مثل ما احنا نشوف، نعم. هل هذا يرجع الى ذكاء المحتال مثل ما ذكرنا في البدايه ولا قله الوعي، في حين ان اليوم يمكن وسائل التواصل الاجتماعي قاعد تسهل عمليه الوعي عند المجتمع؟ نعم صحيح. فوين الخلل في الموضوع؟ هو طبعا الوعي زاد الحمد لله وايد، حتى في الحملات اللي صارت يعني من المؤسسات الرسميه الحكوميه وغير الحكوميه، التوعيه اللي سوينها نشاطات التواصل الاجتماعي وذي تشوف قلت الحالات. نعم. زاد الوعي، ولكن الاساليب الجديده قاعده تدخل علينا الحين في الاحتيال يعني صعب ان الواحد يصيدها. نعم. عرفتي؟ فمثل عندنا الوسائل الجديده الحين اللي قلت لك ما يحتاج يتصل فيك تليفون، يطرش لك رابط انت تدش تك 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 خلاص خذ معلومات. صحيح. انزين فهذه من الاشياء.
اللي منتشرة. ممكن أقول لكم عن شيء ممكن ينتشر حاليا من الوسائل الجديدة أو اللي يعني مثل الموجة هي شيء بيصير الحين يمكن في رمضان وفي المناسبات. تلاحظون تيكم إعلانات مالت الماي. نعم. وايد ناس يحبون يتبرعون بالماي في رمضان حق المساجد حق كذا. نعم. فيك الرابط أيك الموقع طق عليه تواصل وياك في الانستغرام يقول لك تعال واتساب. هني على طول أنت علامة حذر. إذا شالك من منصة ولك منصة ثانية احذر في شيء. نعم. فيه ناس بس سالفة. يودي يتفاوض وياه. كلمت أنا أحد الضحايا قال لي أنا قلت له أبيهم حق ماتم فقال بعطيك بعد كرتونين زيادة. تشتري خمسة يعطيك خمسة ويعطيك كرتونين زيادة بعد وياهم. بس تدفع في الرابط. من دفع 2000 دينار انسحبت من بطاقته. هذه ما صارت العام. بتصير في هالسنة في رمضان. صارت العام وبتصير الحين. وبتصير بعد. بس بتتطور يعني. بتتطور. أكيد يعني مش لو جديد. الناس للحين ينصادون فيها. عقبها بكم يوم واحد من أصدقائي طب 4000 دينار سحبوا من بطاقته. نعم. سيدة. فهذه بتنتشر. إذا ذي بيسوي لك العرض بعد نفس اللي قلنا تو جود تو بي ترو صار يقول لك من طرشك كولر مال ماي مجانا وياها. نعم. صحيح. طبعا منطقة الاحتيال هي منطقة خطرة. نقدر نقول عنها. نعم. أخطر شيء فيها شنو؟ زين. واحدة منها إن الواحد ما يشاور. وينسحب وراء المحتالين في طلباتهم. بدون ما يشتكي بدون ما يسوي شيء. نعم. من الحالات في ناس كانوا كادوا يدشون السجن بهالسبب. إن دش خطوة وراء خطوة حسوات المساعدات دي من الأمير أو الأميرة. يدش عليك. نعم. يقول لك أنت هاللون عطنا بياناتك. عقب شوي يزور PDF. حط في اسمك وفي 4-5 تواقيع واختام وذي فانت تصدق انه نعم اكو طلعت لي المساعده وطبعا هني بتشاورينه ولا اذا قالت بطرشك 100000 دينار وانت قاعده احنا اليوم يمكن عندنا وعي بنشاور اذا واحد عادي مثلا هل بيشاور يمكن هو مديون فلاني يطالبه وفلاني يطالبه وهل فما بيشاور فالهكر او المحتال منفرد وياه ماخذه على جنب يختار الضحيه بعنايه وقاعد وياه وما يدري انه ما بيشاور طرش لنا 150 دينار حق تامين يطرش عقب شوي يخلونه يعني يستعملون سيكولوجي وياه يهدونه يسالهم ها وين المساعده الحين بس خلاص وافقنا عليها وادفع ضريبه مري كم يقول خذوها من المكافاه يقول لا لازم تدفعها فهو لانه خسران 150 يقط 200 لأنه يعني بيحصل 100000 على باله إنه بيحصل 100000 وخطوة ورا خطوة حتى المحتالين هاي شبكات عودة دشين نعم. مثلا احتالوا علي إلكترونيا فدورين محامي لقضايا الاحتيال الإلكتروني المحامين اللي طلعون له في جوجل هذين جزء من العصابة فيكلمك بعد ويقص عليك ويقول لك بكلم الانتربول وكلم أرشن وهي دافع ورا دافع ورا دافع لين بعدين تعقد المسألة إن حسابه صار مترابط مع حسابات بوك فينادونه تعال ايش عندك انت احتمال يسجن هو بعد يعني ممكن يصير ضحيه ومذنب في نفس ضحيه ومذنب نعم. في شيء بعد منتشر حق الطلبه او المتخرجين توهم المحتال بيعطيك بيزات مو ياخذ منك فلوس يعطيك فلوس فانت الحين مسجل باحث عن عمل مثلا في لينكد ان يجيك واحد يقول لك ترى عندنا وظيفه احنا ورك فروم هوم تشتغل من البيت انت بتصير الموارد البشريه مالنا صحيح عصام اذا تذكر احنا استضفنا قبل وتكلم انهم يجندون العاطلين عن العمل بس ما يعطونهم رؤيه الاحتيال اي فيجندونه شنو يسوون هو يقول لنا احنا الحين بنطرش لك 5000 دينار فانت الموارد البشريه مالنا وبنعطيك ارقام الحسابات مالت الموظفين مالينا ووزع عليهم معاشاتهم ومعاشك 120 في الشهر 220 وين ينزلون البيزات بينزلونها في حساب اللي هو مسجله في البنك نعم برقمه الشخصي وكل شيء فعقب لين صادوا شبكه احتيال وهاللون يطلع حسابه هو المرحله مالت غسيل الاموال الاموال مسروقه يحطونها وبدل ما هم بيتعبون روحهم عندهم مجندين ناس يوزعون البيزات على المحتالين. استاذ علي بشاره كفيت وفيت الله يحفظنا ان شاء الله ويحفظ الجميع ان شاء الله شكرا لك
واحنا مشاهدينا مستمرين في طرح يعني هذه النوع من المواضيع التوعويه خصوصا المرتبط منها بالاحتيال الالكتروني. شكرا لك وما قصرت مشاهدينا. حبيت اذكر اذا في وقت في مجموعات واتساب صارت من الإدارة العامة للجرائم المالية والإلكترونية. طبعا نوجه لهم تحية. اي نوجه لهم التحية من هني، جهود مشهودة يعني، أي شيء جديد وسيلة احتيال جديدة ينزلونها لنا في الواتساب. ممكن الدخول على حسابهم في التواصل الاجتماعي اللي هو ACEES_BH. في رابط حق مجموعات الشات مالت الواتساب مالتهم. فالواحد يطق عليه ويسجل في المجموعة على طول بتجي له أبديتس. ترى في وسيلة جديدة خاف حذروا منها. حلو. الحين في مثلاً تشتري دياي مرة شنو بعد كل يوم بتيك وسيلة جديدة منها. دياي. يعطيهم العافية وما يقصر. يعني الله المستعان الله المستعان ما قصرت أستاذ علي. شكرا لك. كل الشكر لك. الله يسلمك. شاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، نشوفكم باكر، تصبحون على خير. على خير.